عم كنقولوا بانها هي احسن. من أساسيات الموسم الثقافي لمدينة أصيلة منذ نشأته أوراش الصباغة في قصر الثقافة. إن كل رسام ولا كل فنان تكون عنده الحظ ديال هذه المشاركة. تعرفت على دي زارتيست جداد ودوزنا اوقات زوينه، تعلمت بزاف د الحوايج ونا بارطاجي بوكو د شوز. أصيلة هي مدينه عريقه في هذا الميدان هذا. رغم المشاركه ديالي في دول واحده اخرى، لأن هذا مهرجان أصيلة كان عندي زعما حلم. هاد السنة عرفت مشاركة ديال الفنان تيباري كانطور اللي عمل ورشة ديال صناعة الورق. استفدوا المشاركين في الدورة عن طريقة كيفية تهيئ الورق وكيف تحويل عجينة الورق إلى عمل فني قائم بذاته. أجواء في حقيقة مثالية للعمل، لا من ناحية ديال الضوء ولا من ناحية ديال تواجد الفنانين. العمل ديالي كيف تلاحظوا هو كيتأثر بالمحيط ديالو، والتأثير ديال مدينة أصيلة ظاهر في الأعمال ديالي. التأثير كاين في اللوحات من الألوان، الأخضر اللي كاين في لي غوشي ديال البحر، والأزرق ديال لي ميغ دو أصيلة، والسماء والبحر، هذا الشيء كامل كاين في لي طابلو.
يعني جروب جميل جدا ومتفاهم ونشيط. اشتغلت بعض الأعمال بالكوراغراف، وكذلك هناك فنانين من أعجبتهم الفكرة وأرادوا أن يجربوا يقوموا بالتجربة معي.